قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بالتوقيع على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان مع معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 49 بعد 100 بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية. أكد معالي وزير الخارجية أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان جاء بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واقتراح تقدمت به مملكة البحرين لجامعة الدول العربية وموافقة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على إنشاء المحكمة، وهو ما يجسد حرص عاهل البلاد المفدى على تعزيز احترام الحقوق والحريات، ويوضح مدى الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لحقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها. يهدف إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان إلى تعزيز رغبة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.